مرحبا بكم في قناتي أفضل خمسة. اليوم سنناقش التقنيات الخمس الأولى التي ستخضع لتحول كبير بفضل الذكاء الاصطناعي. من الرعاية الصحية إلى النقل، سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عالمنا بطرق لا يمكن تصورها. الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية من خلال التحليلات التنبؤية وحلول الطب الشخصي. تخيلوا تشخيص الأمراض بدقة أكبر وتطوير علاجات مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. الذكاء الاصطناعي هو القوة الدافعة وراء السيارات ذاتية القيادة، مما يعزز السلامة والكفاءة على طرقنا. مع تحسن قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات واتخاذ القرارات، سنشهد مستقبلاً للقيادة أكثر أمانة. يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص المحتوى التعليمي ليناسب أساليب التعلم واحتياجات كل فرد. من خلال تحليل البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد نقاط قوة الطلاب وضعفهم، مما يسمح بتجربة تعليمية أكثر فعالية. يحسن الذكاء الاصطناعي ممارسات الزراعة من خلال تحليل البيانات لزيادة المحاصيل وتقليل الفاقد. من خلال مراقبة الظروف البيئية وتحسين استخدام الموارد، يمكن الذكاء الاصطناعي من إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة. الذكاء الاصطناعي ضروري لمكافحة التهديدات الإلكترونية وتعزيز تدابير الأمن. من خلال تحليل الأنماط واكتشاف الحالات الشاذة، يمكن للذكاء الاصطناعي حماية أنظمتنا من الهجمات الإلكترونية. شكراً لكم على المشاهدة. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الاستكشاف للتقنيات الخمس الأولى التي ستغير العالم بفضل الذكاء الاصطناعي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من المحتوى المثير. أراكم في المرة القادمة.